الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مشاهدين قناة نباتات وأشجار وحبات، النهاردة هنتكلم عن زراعة الملوخية، بس عايزين قبل ما نتكلم ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتقول رأيك في التعليقات تحت. أول حاجة في زراعة الملوخية بنجيب تقاوي ملوخية من عند بتاع القصور. تقاوي الملوخية بيبقى لونها زيتي أو أخضر. الملوخية بتتزرع في شهر مارس وفي شهر أبريل، بعد كده بنجهز التربة الزراعية، بنجيب عليها شوية سباخ بلدي وبنجيب عليها شوية بوتمس وبنقلبها تقليب كويس، وهنزرعها فوق السطح. فجبنا الإناء أو العلبة اللي هنزرع فيها، كل ما كان العلبة لها عمق كل ما كان أفضل. بعد كده بنبدأ نعمل التربة الزراعية، ونسيب مسافة عشان لو أي حمام أي عصافير أي طيور فوق السطح ما تقفش على العلبة وتاكل التقاوي. بعد نعبي الأولاني وبنعبي الثاني، برضو بنعبي وبنسيب مسافة علشان برضو ما فيش حاجة تقف تاكل من الإناء. بعد كده بنجيب التقاوي ونمسك التقاوي وبنرشها رشة بسيطة خفيفة في الدقن الأولاني، ندوس عليها بالدقن كويس عشان تنزل في الأرض عشان المية. بنجيب الإناء التاني ونزرع فيه التقاوي، نرش الرش وندوس عليها برضه بايدينا ونرش كمان شوية. بعد كده بنجيب المية، بنرش برضه برشة خفيفة كده على ايدينا علشان القوي ما تتكونش كلها في مكان واحد. وبنرش الإناء التاني، بعد ما بنرش المية بنبدأ نجيب كمان شوية تقاوي علشان برضو لو في تقاوي نزلت لتحت وهتأخر في الزراعة ولا حاجة في الطلوع التقاوي تطلع. بندي رشة كمان بسيطة للمية، وبعد كده بنبدأ نسيب يوم بس كده مية خفيفة بس، وبعد كده بنبدأ كل يوم ندي رشة بسيطة للتقاوي لحد ما تبدأ تنبت. وبعد ما بتبدأ تنبت بنسيب يومين ونزرع، ويومين واليوم الثالث بنرش الميه، يومين واليوم الثالث نرش الميه لحد ما تكبر، بنسقيها ميه كل اسبوع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وادي الملوخيه زي ما انتم شايفين حضراتكم بدات تنبت بعد اسبوع من الزراعه، بدات الملوخيه تنبت اللي احنا كنا زارعينها، وكمان في نفس التوقيت زرعنا ملوخيه في قلب البصل اهي، طلع اهي زي الفل 100 100 اهي اهي، بدأت تنبت بعد اسبوع. كل يوم بنرش شوية مية لمدة اسبوع، بنديها رشة بسيطة كده خفيفة، وبدأت الملوخية تطلع اخر حلاوة اهي. وادي الملوخية اهي بعد عمر اسبوع، الملوخية بعد عمر اسبوع بدأت تطلع، وبنسقيها برضو بالراحة خالص واحدة واحدة كده، وبنرش رش عليها اهي، طلع اهي ما شاء الله زي الفل، ولكن كلها طبعا لسه ما اكتملتش الانبات، وبنسقيها برضو ان شاء الله كلها هتكتمل الانبات بعد ما تشرب. وادي العلبة التانية برضو بنديها رشة بسيطة. الملوخية زرعت طالعة قدامنا 10 على 10، واحنا كلنا طبعا عارفين ان الملوخية زرع ما ينفعش التشتيل، فيه زرع بيتشتل وزرع ما بيتشتلش، بيتشتل يعني بعد ما بيطلع بيتشال منه شوية بيتشال ويتزرع في مكان تاني. لا، الملوخية ما ان اتقلعت من مكانها ما بتنفعش تاني. دي الملوخية اهي ما شاء الله طلع اخر حلاوة. وده عندنا برضو كنا زارعين بعض الملوخية في البصل، طلع برضو اخر حلاوة اهي، وبنسقيها التانية
ودي هنا برضو اهي اهي. وقبل ما نختم الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتدوس اعجاب بالفيديو وتقول لنا رأيك في التعليقات تحت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.